أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدة الإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. تتضمن هذه القافلة أكثر من 250 شاحنة محملة بأكثر من 4009 أطنان من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية. يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده من أجل إيصال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل مدن القطاع جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ويسعى التحالف الوطني من خلال قوافله المتعددة التي أطلقها منذ اندلاع الأزمة لتخفيف الحصار ومواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية ونقص الغذاء وانهيار القطاع الصحي. يعني طبعا ده المرة السادسة لينا في القوافل المتوجهة لغزة. كل مرة طبعا بيبقى في معنا عربيات كتير وتريلات كتير فيهم بطاطين وفيهم أدوية وفيهم مستلزمات طبية. تنسيق مع التحالف الوطني بنحاول نقدم لأهلنا في فلسطين أقرب وأسرع حاجة، ودايما بندور على مدى الصلاحية تكون كبيرة زي ما حضرتك عارف الوقت عقبال ما توصل لأهلنا. فاحنا دايما بنكون حريصين حاجة سهلة التحضير ما تبقاش محتاجة غاز مش محتاجة مطابخ، وفي نفس الوقت تكون الصلاحية بتاعتها كبيرة شوية. في قمح، في دقيق، في فول علب، في مواد تموينه سكر، في حاجات كتير جدا. وقد بدأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في نوفمبر الماضي في مد الجسر البري لتقديم المساعدات لسكان قطاع غزة من خلال ضخ المزيد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وفرنا السلع الأساسية ما بين مكرونات ورز وزيت وسمنة ومية، كل المستلزمات اللي محتاجها القطاع احنا موفرينها النهاردة. انا فخور فعلا ان انا بروح اودي معونات لغزة وكده واخواتنا فلسطين، ورحت 4 مرات هناك والحمد لله كل سواقين الشاحنات اللي معانا برضو نفس الموضوع. يعني